مشاهدينا الكرام، مشاهدين شاشة قناة صوت العرب الفضائية وبرنامج حكاية الضحك، بعض خلافات قديمة ومحاضر ومعلوم أحكام وهربانين منها و اللي وصل فيديو محمد العزب للجزيرة عشان بنت عمه الفنانة سماع السعي العزب. ادعى دكتور محمد العزب اللي هو الصيدلي بالكذب على الأستاذ محمد العزب، وقال عليه بلطجي، قال عليه حرامي، قال عليه تاجر مخدرات،